عام 2004، المجس الفضائي كاسيني يقترب من كوكب الحلقات زحل وأقماره 56. يكتشف شيئا بعيدا عن الخيال، أحوالا قابلة على احتواء الحياة. إن تواجدت هذه الأحوال بهذا القرب، ماذا يمكن أن نجد في المجرة التالية على كوكب يشبه كوكب الأرض؟ على مر آلاف السنوات نظر الإنسان إلى السماء وتساءل إن كان وحده في هذا العالم. اليوم نحن أقرب ما نكون لمعرفة الجواب. بعض العلماء يعتقدون أننا سنتعرف على أقاربنا من الفضاء في المستقبل القريب. آمل أنه سيكون في السنوات العشر القادمة، وأنا سأكون جاهزة في الأسبوع المقبل لذلك. ماذا بعد؟ قد نجد هذه المخلوقات الغريبة ليس في كواكب بعيدة ومجرات غير مكتشفة، بل بالقرب منا في مجموعتنا الشمسية. العلماء يسعون إلى إثبات أن المخلوقات الغريبة موجودة، يعيشون على أكثر العوالم خطورة. في رحلتنا سنزور 7 مواقع في مجموعتنا الشمسية لنرى أين من الممكن أن تكون تلك المخلوقات، وعن كيفية شكلها المحتمل. هذه الأراضي الغريبة قاسية جدا، الحياة كما نتصورها قد تتلاشى في لحظات، لكن حياة المخلوقات الفضائية قد تكون أكثر صلابة مما نتوقع. كما تعلمنا من مجموعة أحياء مدهشة موجودة هنا على الأرض، حتى 4 عقود مضت كنا متأكدين أن كوكبنا متميز. إنه الوحيد الذي نعرفه حتى الآن، الذي غذي بملايين الأصناف الحية، والفضل لأشعة الشمس الوفيرة والمياه الدافئة وطبقات الغلاف الجوي الواقية. وصلنا إلى خلاصة منطقية أن الحياة تحتاج إلى هذه المكونات، خلاصة أقصت العوالم المعروفة الأخرى في مجموعتنا الشمسية. لكن بعد ذلك بدأ علماء الأحياء بمسح أكثر أماكن الأرض ظلاما وبرودة، ولدهشتهم وجدوا مخلوقات حية تتنفس. يطلق علماء الأحياء على هذه المخلوقات الكائنات الأولية، بعضها لا يحتاج إلى الضوء أو الأكسجين، وأخرى تعيش تحت ضغط جوي قوي جدا. على ما يبدو أن الحياة ممكن أن تظهر في أي مكان. القطب الجنوبي على سبيل المثال، بعد سنوات من البحث في هذه الأراضي القاحلة الباردة، شكك العلماء في إمكانية إيجاد أي نوع من الحياة. لكن في عام 1999 أخرج فريق من المكتشفين صخرة على عمق 2 متر تحت سطح الأرض. ما اكتشفوه أذهلهم، عندما كسروا الصخرة وجدوها تعج بالمخلوقات الصغيرة. هنا بدرجة حرارة 56 مئوية تحت الصفر وبعمق 2 متر تحت الجليد الصلب، وجدت الحياة موطئا لها. علماء الأحياء يكتشفون دائما حياة، ليس كحيوانات الكنجر، بل أشكالا أبسط من الكائنات تعيش في درجات حرارة باردة جدا، أو في درجات حرارة عالية، أو تحت ضغط عال، حتى في الأماكن التي يوجد بها نسبة كبيرة من الإشعاعات النووية. الحياة يمكن أن توجد في بيئات على كوكبنا أكثر مما اعتقدنا. إن كان بمقدور الحياة الوجود في بيئات شديدة القسوة، ليس فقط هنا على هذا الكوكب، بل في أماكن أخرى في مجموعتنا الشمسية، فكروا فيما قد يعني هذا. ما لم يكن هناك معجزة وشيء خارق للطبيعة يتعلق بنظامنا الشمسي أو بكوكبنا، فلا بد أن تكون الحياة موجودة في كل مكان. فلا بد أن يكون هناك أماكن كثيرة تعج بالحياة، وبعضها نضج ليكون كائنات ذكية. في البداية كانت حياتنا بسيطة، أرضنا كانت كوكبا ميتا كالعديد من الكواكب.
بعد أول بليون سنة على وجود الأرض، حطام نيازك عصفت الأرض بلا رحمة، وحول أثر الاصطدام السطح إلى جحيم غاضب، حيث وجود الحياة عليه كان مستحيلا. لكن ما إن استقر النظام الشمسي وبدأت الأرض بالبرود، ظهرت المياه، هيأت المكان لظهور الحياة. في عام 1953 الباحث ستانلي ميلر أثبت في تجربة مخبرية مدى السهولة التي بدأت بها الحياة على الأرض. مزج الماء والهيدروجين، الميثان والأمونيا، مكونات غلاف الأرض الجوي الأولي، ثم شحن محلوله بشحنات كهربائية لتشكيل البرق. نتائجه صدمت العالم. ميلر كون جزيئات عضوية تدعى الأحماض الأمينية، حجر البناء الأساسي لجميع الكائنات الحية. إن ساعد البرق في بدء الحياة على الأرض، أما كان باستطاعته فعل المثل على كواكب أخرى؟ المجسات الفضائية قد وجدت المكونات في تجربة ميلر في نظامنا الشمسي، من ضمنها أحد العناصر الأساسية للحياة. أحد مستلزمات الحياة الأساسية والتي نعلم بها جميعا على كوكب الأرض هي المياه السائلة. استخدمنا إثبات وجود الماء كمرشد في بحثنا عن بيئات قابلة للعيش فيها. رحلتنا متوجهة إلى 7 عوالم، بعضها على الأغلب يوجد به المياه بوفرة، حيث يعتقد العلماء أن المخلوقات الفضائية مختبئة عليها، بينما قد تكون أي حياة هناك قد بدأت بطريقة تشبه بدء الحياة هنا على الأرض، إلا أن ما قد تبدو عليه الآن هو مجرد تكهنات. نبدأ بالعالم الذي شحن مخيلاتنا، الكوكب الذي يجاورنا، كوكب المريخ. من بين جميع الكواكب التي بحثنا عن الحياة فيها، إنه أكثر الكواكب التي درسناها. لقد حظينا برحلة ممتعة أمس. العالم الذي قد يحظى بالنظرة الأولى على سكان المريخ إن وجدوا هو ستيف سكوايرز، مدير التحقيقات لجوالات كوكب المريخ التابعة لناسا. كان لدى الإنسان إعجاب فريد بكوكب المريخ دونا عن باقي الكواكب. لفترة طويلة معلوماتنا عنه كانت تكفي لأن نعتقد أنه الأكثر شبها بكوكب الأرض. قد يكون المريخ الأكثر شبها بكوكب الأرض، لديه الغلاف الجوي والفصول، لكن نحن البشر كنا لنتلاشى بسرعة على كوكب المريخ، فهواؤه خفيف. ما يعادل 1% من هواء مستوى سطح البحر على الأرض، وهو يأخذ مكانا سيئا في مجموعتنا الشمسية، قريب من حزام كويكبات. غلافه الجوي ضعيف جدا من أن يحمي الكوكب. الكويكبات تقصف سطحه بصورة متواصلة، الرياح القوية تحول تربة المريخ الرملية إلى عواصف قد تلف الكوكب بأكمله أسابيع، وتكون أعاصير بعلو قد يبلغ 8 كيلومترات. حرارة منتصف النهار على خط الاستواء تعادل 0 مئويا، تهبط إلى 70 تحت الصفر في الليل. ديفيد غرينسبوم هو وصي الأحياء الفضائية في متحف دينفر للطبيعة والعلوم، وهو يرى أن كوكب المريخ كان ليكون أكثر دفئاً إن لم يكن كوكباً ضعيفاً. عندما أمسك بالقهوة في صباح بارد، أعلم بأن كوب القهوة الصغير سيبرد بسرعة أكبر، بينما الكوب الأكبر سيبقى دافئاً مدة أطول. المجسمات الكبيرة تحتفظ بالحرارة مدة أطول لأن داخله مغلف من الخارج، حيث تحدث عملية التبريد. وللكواكب نفس المبدأ، الكوكب الصغير سيبرد في بداية تاريخه، كوكب أكبر مثل الأرض سيبقى دافئاً بلايين السنين. رغم نقاط ضعف كوكب المريخ، إلا أنه طالما فتن العلماء، لأن أرضه تعطي أدلة بأنه قد يدعم الحياة. طبيعة أرضه الديناميكية من جبال وبراكين ووديان عميقة لا تختلف عن تلك الموجودة على كوكب الأرض. لرواد الفضاء السابقين هذه الميزات بدت كمحيطات وأنهار، وحتى كنظام من القنوات، على فرض أنها لم تدعم الحياة فحسب، بل أنتجتها الحياة. بيرسيفل لويل في الولايات المتحدة لاحظ هذه الأشياء واستنبط أن هذه الأشياء صحيحة،
وبأنها منتظمة هندسيا بحيث لابد أن تكون من إنتاج حياة ذكية. كان مصيبا، لكن الحياة كانت على الجهة الخاطئة من المنظار. بالنظر إلى ذلك من خلال منظار مرئي، العين والمخيلة البشرية بدأت بربط أمور غير موجودة. لول لم يكن وحيدا. بعض العلماء صدموا عندما أرسل المجس فايكينغ واحد هذه الصورة. هل هذا وجه بشري؟ ربما كونه المريخيون على شبه منهم. عندما نحلق برحلتنا عبر السطح نلاحظ كيف أن معالم الكوكب تشكلت على شكل مألوف. قد لا نلتقي أبدا بمريخيين قادرين على بناء معالم كهذه، لكن هذا لا ينفي وجود حياة على الكوكب الأحمر. حتى عهد قريب لم نعلم أين نبحث في مجموعتنا الشمسية، لكننا كنا نعرف شكل المخلوقات الفضائية متى وجدناها. فاقد الوعي وممددا على طاولة. بالعادة هناك بعض الملامح عن سكان الأرض في مخلوقاتنا الفضائية. ماذا يعني ظهورهم هنا؟ عدائية كانت أم صديقة تميل إلى أن تشابه صورا متحولة عن أنفسنا. ذراعان وساقان وأنوف وفم وحس فكاهي معدوم، كما هي الحال في الأفلام. الفلكي الكبير لمعهد كاليفورنيا للبحث عن المخلوقات الفضائية سيث شوستاك أمضى حياته المهنية في الاستماع إلى موجات الراديو لمجتمع فضائي غريب وبعيد. لا سبب للافتراض بأنهم سيشبهوننا شكلا أو أن يفكروا في أن يتصرفوا مثلنا أو أن تكون لديهم لغة. يجب أن تنظر إلى تنوع الحياة على الأرض لترى أن بها أشكالا مختلفة من الحياة. لكن إن كان هناك حياة على كوكب المريخ، كيف بإمكانها البقاء في ظروف شديدة القسوة كهذه؟ منذ الستينات أرسل العلماء عشرات المجسات إلى الكوكب الأحمر. أول صورة للأرض القاحلة أقصت بسرعة أمل إيجاد حياة، لكن ما رآه العلماء أثار دهشتهم. رغم عدم وجود أدلة عن قنوات صنعها سكان المريخ، هناك أدلة على أن المياه قد وجدت سابقا على المريخ. البعض يعتقد بأن الكوكب الأحمر الغاضب قد كان يوما ما أزرق. عليك النظر فقط قبل بضعة بلايين السنين، كان لكوكب المريخ غلاف جوي أسمك. من الواضح كانت هناك مياه على سطحه، ربما كان به حياة، ومع سوء الظروف كان على من عليه أن يتأقلم. ربما تم التعايش ولكن لم تنتهي الحياة، لأن بعض المياه السائلة قد لا تزال موجودة تحت السطح. بعض الاكتشافات أظهرت ما يشبه الأخاديد الصغيرة، أخاديد صغيرة جدا تشبه الحوائط، لكن هناك دليل قوي بأن بعض هذه الأخاديد تشكلت حديثا خلال السنوات القليلة الماضية. لكن مع عدم وجود مياه سطحية ودرجات الحرارة شديدة البرودة والغلاف الجوي الرقيق جدا، فإن مخلوقا واحدا فقط قد يحب العيش على كوكب المريخ. مخلوق أولي. المخلوقات الأولية تزدهر في أكثر الأماكن قسوة. لنرى أين من الممكن أن تختبئ على كوكب المريخ. نحن نتجه إلى فاليس مارينيرس، صدع هائل في سطح كوكب المريخ، بأماكن أعرض بعشرين ضعفا من وادي الجراند كانيون الكبير، وتقريبا بعمق يعادل ارتفاع جبل إيفرست. ربما غمرت البحيرات هذا الوادي في السابق، وهذه البحيرات كان باستطاعتها استضافة الكائنات الحية. مع جفاف المياه قد تكون الحياة تهيأت لبيئة أقسى. لن نعرف ماهية هذه المخلوقات الأولية إلى أن نجدها، لكنها قد تشابه المخلوقات التي تعيش في بيئات قاسية هنا على كوكب الأرض. فريق غير اعتيادي من علماء الأحياء يدعون علماء الأحياء الفضائية، يبحثون في كوكب الأرض عن أنماط مخلوقات قد توجد في الفضاء الخارجي. عالم الأحياء الفضائية روكو مانسينلي يبحث عن مخلوقات كوكب المريخ الأولية. إن ذهبت إلى تحت السطح، وبعضها بالتأكيد قد فعل،
ماذا حدث لها إذن؟ لقد كونت جيوبا من المياه المالحة. ما نوع المخلوقات التي قد تعيش في مياه مالحة؟ كائن حي يحب الملح. عالم الأحياء الفضائية كريس ماكاي يعتقد أنه يعرف الكائنات المحبة للملح التي قد تعيش على المريخ، كائنات كالتي وجدها في أحد أكثر أماكن الأرض جفافا وملوحة. التحدي الأساسي للحياة على المريخ هو التحدي الأساسي نفسه للحياة هنا في وادي الموت، جفافه. هذا أكثر الأشياء صعوبة على الكائنات الحية للتأقلم معه. قبل آلاف السنين بحيرة مالحة غطت وادي الموت، كما ملأت البحيرات خندق مارينر في المريخ. كلما نقترب هذا ما زال مبتلا. هذا يبدو مكانا ليس به حياة، أفق كبير أبيض مسطح فارغ، لكن مع ذلك تحت سطح الأرض نجد طبقات من الطحالب والبكتيريا تنمو. إنها تعيش في بيئة تختلف تماما عن البيئة فوق سطح الأرض. أنت هنا في مكان يبدو ميتا وبلا حياة، ومع ذلك تحفر ما تحت ذلك لتجد الحياة. تحت الملح هناك طبقة من الطحالب الخضراء الصلبة بعض الشيء التي عاشت من خلال المياه والضوء اللذين تخللا إليها. الطحالب بدورها تغذي الكائنات الحية المحبة للملح. هذا النوع من البنية التي نراها هنا في الصحراء على الأرض بحيرات من الأملاح الجافة، سنجد مثيلاتها على المريخ كذلك. الصحراء المالحة ليست المكان الوحيد التي قد تكون الكائنات الحية مختبئة فيها على الكوكب الأحمر. هناك براكين المريخ الهائلة، بعضها أكبر بخمسة أو ستة أضعاف من تلك الموجودة على الأرض. عالمة الأحياء الفضائية بيني بوستون تدرس الكهوف التي تدعى أنابيب الحمم البركانية. بقايا تبعثر الحمم البركانية. ليس من زمن بعيد افترضنا خلو هذه الكهوف من الكائنات الحية، لا تصلها أشعة الشمس، ومن دون أشعة الشمس لا وجود لعملية التمثيل الضوئي. لكن في أنابيب الحمم البركانية خارج الباكيركي نيومكسيكو، بوستون وجدت دليلا على وجود كائنات حية تعيش في الظروف القاسية. لأننا نعرف أن للمريخ العديد العديد من أنابيب الحمم البركانية، هنا لدينا الفرصة لنرى كيفية تكون هذه الأنابيب وأن نلقي نظرة أيضا على الكائنات الحية التي تعيش فيها. الكائنات الأولية التي عثرت عليها بوستون يبدو أنها تزدهر، تحصل على طاقتها بالتغذي على المعادن من على حائط الكهف. نحن هنا بالقرب من الحائط، وباستطاعتكم رؤية الرقع البيضاء التي تنمو على البازلت الأسود، وكل واحدة من هذه كأنها مدينة رئيسية لهذه المخلوقات الصغيرة. جميعها عششت في هذه الجيوب الصغيرة في البازلت، وبهذا تأقلمت هذه المخلوقات الصغيرة مع درجات الحرارة المتجمدة. هل هناك مخلوقات كهذه في الكهوف تحت حقول المريخ البركانية؟ بوستون تعتقد ذلك. سنجد الكائنات الحية، وأنا آمل أن أعيش حياة طويلة وصحية حتى أكون موجودة وأتمكن من رؤية ذلك. قد نكون أخذنا نظرتنا الأولى لسكان المريخ، ليس من زيارتنا لكوكبهم، لكن من زيارتهم لكوكبنا. قبل 16 مليون سنة اصطدم كويكب بالمريخ ودفع بحجر وزنه كيلوغرامان في الفضاء. أبحر ذلك الحجر بصورة مدهشة إلى الأرض واستقر في القطب الجنوبي. في الداخل عالما ناسا ديفيد ماكاي وإيفريت جيبسون دهشا لرؤيتهما آثار الحفريات. المياه نحتت أنفاقا صغيرة في الحجر. في هذه الأنفاق ماكاي وجيبسون وجدا أدلة على وجود بكتيريا. هذه الميكروبات الصغيرة إنها ميتة وهي حفريات. في بعض الحالات نحن لا نرى التكوينات، نرى البصمات أو أدلة على وجودها هناك. كائنات حية من كوكب المريخ؟ ربما. فريقنا متأكد من وجود كائنات حية أحفورية هنا، لم يقم بإثباتها بعد. هناك الكثيرون من المشككين، ولكننا نجمع أدلة جيدة، وهدفنا هو إقناع الناس بوجود هذه الكائنات. الصيد في بداية
ناسا تخطط لإرسال جوال آلي إلى المريخ يدعى فينيكس. سيدرس سطح الكوكب المتجمد وسيصبر حتى عمق متر واحد تحت السطح، حتى أن لدى ناسا خطة لإرسال زوار بشر قد لا يلتقون بالرجال الصغار ذوي اللون الأخضر من مخيلاتنا، لكنهم قد يعثرون على كائنات حية في صورة ما. كيف ستبدو؟ على الأغلب سيكون حفار ما تحت الأرض، مع القدرة على العيش بالماء القليل. ربما كائن يحب المعادن، كالكائنات في أنابيب الحمم البركانية في نيو مكسيكو. حتى أصغر اكتشاف سيكون له تبعات هائلة. إثبات أن الحياة ليست مقتصرة على الأرض وحدها، لكنها توجد بالجوار أيضا. إن وجدت أحياء دقيقة حتى وإن كانت ميتة منذ بلايين السنين، فإن هذا له دلالة عميقة، لأنه يعني أن هناك حياة على كوكب آخر. وإن كانت هناك حياة أيضا على كواكب أخرى، فالحياة إذن ليست مقتصرة على كوكب الأرض، بل قد تكون على جميع الكواكب. والمريخ هو محطتنا الأولى، وبينما يستمر بحثنا عن الحياة، هناك أماكن أكثر غرابة تؤكد حقيقة وجود حياة خارج هذا الكوكب. رحلتنا إلى أماكن في مجموعتنا الشمسية التي من المحتمل أن تحتوي على المخلوقات الفضائية الغريبة تأخذنا الآن إلى ما بعد حزام الكويكبات في الجانب البعيد من كوكب المريخ. هنا كوكب المشتري هو الحاكم، لكن هذا الكوكب الأكبر في مجموعتنا الشمسية معاد نوعا ما للحياة، والسبب هو غازاته السامة والجاذبية القوية. ليس فقط البرودة التي في المشتري، لكن غلافه الجوي شديد السماكة، عشرات آلاف الأميال من السماكة، ولديه الأمونيا والميثان والأشياء التي تستخدمونها لتنظيف الحمامات. لكن لدى المشتري أكثر من 60 قمرا نحن على علم بها. للوهلة الأولى قد تبدو هذه الأقمار أماكن غير طبيعية للبحث عن الكائنات الحية الفضائية فيها. غلافها الجوي رفيع وهي شديدة البرودة. درجة الحرارة على القمر كاليستو هي 250 درجة مئوية تحت الصفر. المجسان العلميان فوياجر وغاليليو لم يكتشفا سوى القليل والثلج على أسطح هذه الأقمار، باستثناء شيء واحد مثير. آيو أحد أقرب الأقمار إلى المشتري. عندما أرسلت ناسا فوياجر واحد إلى آيو عام 1979، دهش علماء الفضاء من وجود كم هائل من البراكين العملاقة على سطحه. آيو هو أكثر أماكن المجموعة الشمسية النشطة بركانيا، يفرغ مواد بركانية عن سطحه طوال الوقت. ترى ما يسخن قلب هذا القمر البارد بصورة مدهشة؟ إنها قوى الجاذبية من المشتري. الكوكب العملاق يبذل قدرا كبيرا من جاذبيته لجذب أقماره. كلما كان القمر أقرب ازدادت قوة الجذب. القوة كبيرة بحيث إن بإمكانها أن تشد قشرة القمر، لكن لدى بضع هذه الأقمار مدار بيضوي، وعندما تقترب من المشتري تمتد القشرة باتجاهه. عندما تبتعد عنه القشرة تعود من جديد إلى الشكل الكروي. حركة الشد والرخي هذه تكون الاحتكاك في داخل القمر، وهذا الاحتكاك يولد الحرارة. إنه كحك عصاتان من الخشب معا لصنع النار. قوى جذب المشتري تسخن آيو من الداخل إلى الخارج. الدخان البركاني ونقص المياه يجعلان آيو غير قابل للحياة عليه. لكن أقمار المشتري الكبيرة الأخرى أكثر بعدا، قريبة من المشتري كفاية بأن يزودها بوضع الدفء من الداخل، لكنها بعيدة بالقدر الكافي لأن تبقى هادئة من على السطح. ثلاثة منها تبدو واعدة لاستيعاب الحياة الغريبة. كاليستو هو أكثر الأقمار بعدا عن الكوكب العملاق.
يشابه سطح كاليستو قمرنا، مجرح ومضروب بعدد لا يحصى من الكويكبات. هذه الضربات قد تذوب الثلج السطحي لفترة وجيزة، سامحة للحياة أن تأخذ مكانها. لكن في عام 1998 اكتشفت المركبة الفضائية غاليليو حاضناً واعداً على عمق تحت سطح القمر كاليستو. الصخور المشعة نوويًا والضغط الهائل في نواة القمر يولدان الحرارة داخل كاليستو. هذه الحرارة قد تكون سبب إذابة الثلج من الأسفل، مكونة محيطًا مخفيًا. والمحيطات المختفية قد تعني حياة مختبئة. بينما نطير مقتربين من كوكب المشتري، نمر بأكبر أقماره جاناميد. جاناميد أيضاً سطحه مشوه بكثرة، الأخاديد تعلو عالياً من فوق سطحه مثل الفرزات على إطار السيارة. هذه البقعات الساطعة فوهات كبيرة، قطرها قد يبلغ 5 كيلومترات على الأغلب، مبطنة بالجليد. لكن هذه الصور تعطي أكثر الدلائل على احتمالية اختباء الحياة هنا. إنها تبين أنهاراً جليدية متدفقة، أنهار جليدية تشابه تلك الموجودة على الأرض. أنهار جاناميد المتحركة قد تكون أيضاً أدلة على انبعاث الحرارة من الداخل. لذا مثل كاليستو قد يكون لجاناميد محيط مخفي مدفون تحت ما يقارب 200 كيلومتر من الثلج. لكن القمر الثالث في رحلتنا هذه هو الأكثر إثارة. إنه يدعى يوروبا، وهو الأقرب من بين 3 أقمار إلى كوكب المشتري. هذا القرب الكبير من الكوكب العملاق يعني أن نواة يوروبا قد تكون شديدة السخونة، أكثر سخونة من نواة كاليستو وجاناميد. لكن سطحه ظل متجلدا، مزيج قوي للحياة، حيث هناك احتمالية وجود منطقة معتدلة الحرارة، شقوق عملاقة تندب سطح يوروبا الجليدي السميك، إشارة تدل على الثلج يتحرك دائما. على كوكبنا نرى الصدوع الثلجية نفسها على محيط القطب الشمالي. قشرة يوروبا قد تكون تغطي أكبر محيط في المجموعة الشمسية، محيط أكبر بمرتين من كوكب الأرض. صدوع يوروبا أدلة قوية على وجود الماء السائل خارج كوكبنا. هذا الماء قد يكون أفضل فرصة لنا في العثور على الحياة في مجموعتنا الشمسية. الآن هذه المحيطات إن وجدت والاحتمالية كبيرة بوجود البعض منها، إنها موجودة منذ زمن بعيد، حوالي 4 بلايين سنة، محيط من الماء. ألا تعتقدون احتمالية نشوء شيء ما هناك؟ يبدو الأمر معقولاً. البيئة في محيط يوروبا تشابه البيئة في محيطاتنا كمكان لتعيش به الأحياء. مخلوقات من الأرض قد يكون بإمكانها العيش في محيط يوروبا. لكن محيطات يوروبا باردة جدا، حتى أنها مثلجة، وأشعة الشمس لا تخترقها أبدا بفضل الغلاف الجليدي الذي قد تكون سماكته 15 كيلومترا. لم نكن لنفكر في وجود الحياة هنا لولا الاكتشاف المثير على شاطئ الإكوادور. على عمق كيلومترات في المحيط الهادئ، اكتشف علماء الأحياء مجتمعات مزدهرة من الدودة الأنبوبية والسرطانات وحتى الحبار. هذه المخلوقات تزدهر رغم الظلام الدامس والبرد الشديد والضغط الكبير لأعماق المحيط. تتغذى على البكتيريا التي تستمد طاقتها ليس من الشمس بل من الكيماويات المنبعثة من قاع البحر. قد نجد فوهات بركانية مشابهة على يوروبا تدعم شبكة الأحياء الخاصة بها. لاكتشاف ذلك، علماء ناسا يودون وضع مركبة فضائية على سطح القمر يوروبا. البعض قد يرغب في إرسال كرايوبوت، آلي يذوب الثلج ويطلق مجسا في السائل الذي من تحته. هذا ليس بالأمر الصعب، عليك أن تذيب الطريق فقط، لكن يجب أن تذوب ليس عدة مئات من الأمتار بل عدة كيلومترات من الثلج، وإنزال خيط صيد مع كاميرا فيديو وضوء والنظر من حولك. في
في كل تلك المياه لا نستطيع استبعاد احتمالية وجود كائنات حية بسيطة. قد نجد مخلوقات كتلك الموجودة هنا في الوطن. مع ذلك الأكثر احتمالا بأننا قد نجد المخلوقات الدقيقة، لكن حتى ذلك قد يغير منظورنا في كيفية فهم الحياة. يوروبا كان دافئا، لكن ماذا إذا كان المكان من أبرد الأماكن التي عرفناها، أو إن كانت بحيراته تتدفق بالكيماويات السامة عوضا عن الماء؟ هذه هي العوالم التي نجدها بينما تستمر رحلتنا بالإبحار. نحن الآن نبتعد عن الشمس ببلايين الكيلومترات، بلايين الكيلومترات بعيدا عن الضوء والحرارة، في طريقنا إلى المشتري، ثاني أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية. بينما تستمر رحلتنا باحثة عن المخلوقات الفضائية، نمر بالقرب من كوكب الحلقات زحل. نستطيع رؤية الغازات الملتفة بعنف عليه خانقة غلافه الجوي. بإمكاننا أيضا أن نشعر بجاذبية زحل، أضعف من المشتري لكنها ما زالت قوية. سنتابع السير. ليس من المحتمل أن نجد كائنات حية هنا، كما وأن حلقات زحل غير مضيافة أبدا. إنها مكونة من الحجر والثلج، أحجامها تتراوح بين حبة السكر أو بحجم المنزل. لكن لكوكب زحل أقمار كثيرة، عرفنا حتى الآن 56 قمرا منها فقط. رحلتنا تذهب بالبداية إلى أحد تلك الأقمار، قمر صغير بارد يدعى أنسوليدس، قطره 500 كيلومتر فقط. هنا الجاذبية ضعيفة جدا، تعادل جزءا بسيطا مما لدى الأرض، ولأنسوليدس بالكاد غلاف جوي يعكس إلى الفضاء كل أشعة الشمس التي تصطدم به، يجعله أكثر الأجسام لمعانا في مجموعتنا الشمسية. إلى عهد قريب ظنناه أيضا أبرد من أن يدعم الحياة فيه، على ما يبدو كنا مخطئين. في عام 2005 بعد رحلة دامت 7 سنوات، اقتربت المركبة الفضائية كاسيني من القمر الصغير، واكتشفت شيئا صعق مديرة محققي المهمة كارولين بوركو. تلك كانت الصورة التي جذبتنا، لقد أذهلتنا. هذه غمامات مصنوعة من الماء نتيجة التسخين، بخار السخان والماء الساخن، تصطدم بالفراغ البارد للفضاء وتنفجر متحولة إلى هواء مجلد. بوجود الجاذبية الضعيفة للسيطرة عليه، الغيمة الثلجية قد تكبر لتصل إلى حجم أنسوليدس. بوركو لم ترى لهذا مثيلا في أي مكان آخر. إنه حلم مستكشف الكواكب لأن يأتي على جسم مثل أنسوليدس. هذه النفاثات أو النوافير إن أحببت تبث البخار الثلجي مئات الكيلومترات من فوق القطب الجنوبي لإنسوليدس. هناك خلاصة واحدة فقط، إنسوليدس الصغير البارد يغلي بشدة من الداخل. مثل المشتري، جاذبية زحل القوية تجذب أقماره، مكونة الاحتكاك والحرارة من الداخل. إلى حد علمنا للآن أن الخلاصة التي لا مهرب منها بأنه قد يكون هناك مياه سائلة في أعماق إنسوليدس لأنه دافئ، وأفضل النماذج التي يمكننا عرضها هنا لشرح الدفء والنفاثات يبدو أنها تدل على إمكانية الحصول على حرارة تستطيع إذابة الماء. الحرارة، المياه السائلة، حتى أبعد مكونات مجموعتنا الشمسية قد تحتوي كيماويات تكوين الحياة. ما نوع المخلوقات التي ترغب في العيش بداخل سخان؟ بفضل الينابيع الحارة على الأرض تكونت لنا بعض الأفكار. في مرحلة ما افترضنا عدم وجود المخلوقات في البحيرات البخارية في متنزه يلوستون القومي، لكن فيما بعد اكتشف علماء الأحياء الميكروبات في هذه المياه، ميكروبات تتغذى على الكيماويات الذائبة في تلك المياه. اليوم ندعوها مخلوقات حرارية، أقواها يمكنه العيش في المياه التي تغلي. هل يحتمل وجود مخلوقات حرارية على القمر أنسوليدس؟ لنكتشف ذلك رحلتنا تأخذنا لنلقي نظرة عن قرب لهذا الجسم الفضائي القديم.
إنه شديد البرودة كي يعيش شيء بالقرب من السطح. درجات الحرارة هنا هي 200 درجة مئوية تحت الصفر. لكن ماذا عن الماء الساخن الذي في الداخل؟ في القبة الثلجية فوق إنسوليدس، مجسات كاسيني وجدت ثاني أكسيد الكربون والميثان، كيماويات باستطاعتها تغذية الأحياء التي بالأسفل كما الكيماويات الموجودة في نبعات يلوستون، فهي تغذي الميكروبات هناك. لدينا جسم من المحتمل أن يحمل المياه السائلة في داخله. قد سبق أن ظهر لنا أنه يحتوي على المكونات العضوية وأشياء كثيرة، وأعتقد أن هذا يجعله موضع اهتمام فضائي أساسي في مجموعتنا الشمسية. إن كان إنسوليدس الصدمة، فإن علماء الفضاء سحرهم قمر آخر من أقمار زحل، تايتان. قد يبدو أنه من غير المألوف أن يحتوي على الحياة. تايتان يحصل على قدر محدود من أشعة الشمس، ما يقارب جزءا بالألف مما تحصل عليه الأرض. المجسات التي أرسلت إلى تايتان وجدت الثلج لكن ليس المياه، في درجات حرارة تبلغ 200 درجة مئوية تحت الصفر. ذلك الثلج صلب كالصخر. ماذا يجعل تايتان بيئة واعدة لحياة المخلوقات الفضائية؟ بصورة مدهشة، تايتان يشابه الأرض في أمور كثيرة، لكن ليس الأرض التي نعرفها الآن. تايتان هو أكثر الأجسام روعة في نظام زحل، والذي شككنا دائما بأن يكون لديه بيئة على السطح ليست فقط شبيهة بالبيئة الموجودة هنا على الأرض، حتى إنها صدق أو لا تصدق تشبه طبيعة البيئة التي كانت موجودة هنا قبل نشأة الحياة. تايتان حير فريق بوركو كثيرا، لدرجة أنهم وجهوا المركبة الفضائية كاسيني بأن ترسل مجسا إلى هناك عام 2005. كانت أبعد مهمة تم إجراؤها. المجس رأى فقط أخاديد وأراض مسطحة، ولكن طيرانا قريبا من كاسيني أوضح وجود خط شاطئي. بعد ذلك آلاف البحيرات أصبحت جلية، إحداها أكبر من مجموع بحيرات أمريكا الشمالية. إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها الماء على سطح جسم فضائي. يشابه مينيسوتا، إلا أن البحيرات ليست ماء، إنها غاز طبيعي سائل، لكن الغاز الطبيعي السائل هو سائل. وهذا ليس بالثلج، هذه رقائق الميثان كما الأرض. لتايتان جوه الخاص، لكن جوه من النوع المخدر، حتى إنه يوجد أعاصير من الميثان. إنه ليس ماء، إنه الميثان، يفعل جميع الأشياء المشابهة، المطر، التبخر، الأنهار المتدفقة. لديك هنا شيء يفعل ما تفعله المياه على الأرض، إلا أنه الميثان. بالنظر لهذا المكان لدينا شبيه التايتان، ما علينا إلا أن نتخيل السماء باللون البرتقالي المتكون نتيجة غاز الميثان، ونحول هذه المسطحات البيضاء إلى صلب، إلى ماء متجمد صلب كالصخر المتشكل على تايتان. مشهد مماثل ربما قد وجد على الأرض قبل 4 بلايين سنة، جاعلين العلماء يصدقون أن تايتان قد يكون حاضنا للحياة. الكيمياء لا تتوقف حتى في درجات الحرارة الباردة، إنها بطيئة جدا، لكن تايتان كان لديه 4 بلايين سنة لصنع بعض الكيمياء، وربما في تلك الفترة من الوقت قد حدث شيء فعلا. لا بد أن يحدث شيء من دون المياه السائلة، شيء لم نره من قبل. لكن العلماء لا يستبعدون الأمر البديل، لا بد أن يكون الميثان الموجود بوفرة على تايتان يستخدم للوقود على الأرض. لطالما اعتقد بأن الميثان سام لجميع الكائنات الحية، لكن في عام 1997 الباحثون درسوا هضبات من ثلج الميثان في خليج المكسيك، ودهشوا عندما اكتشفوا مستعمرات من الدود طول الواحدة 2.5 سنتيمتر تنتعش في المادة المثلجة. يعتقدون أن الدود قد يأكل البكتيريا التي تتغذى على الميثان. بصورة عامة، الأشياء التي نعتقدها قاتلة، العديد منها من الممكن أن يزود بالحياة إن وجدت طريقة للاستفادة من هذه الطاقة عوضا عن أن تدمرك، عندئذ تكون النتائج مثمرة.
قد يكون هناك أكثر من معضلة للحياة على سطح تايتان. مع وجود مجال مغناطيسي ضعيف لحمايته، المخلوقات التي على سطحه قد تكون معرضة للإشعاعات الكونية، لكن هذه قد لا تكون بمشكلة للمخلوقات الأولية كما اكتشفنا هنا على كوكب الأرض. اكتشف علماء الأحياء العديد من الأحياء قرب المفاعل النووي الملوث تشيرنوبل تسبح حتى في المخرجات النووية السائلة السامة، تتغذى على الجزيئات التالفة. من المحتمل أن تفعل كائنات تايتان الحية الشيء ذاته. لكي نجد الكائنات الحية على تايتان، قد يكون علينا الغوص في بحيراته الميثانية، حيث قد نجد البكتيريا المحبة للكيماويات. قد نجد أيضا ميكروبات مقاومة للإشعاعات لا تختلف عن تلك الموجودة على الأرض في تشيرنوبل، تعيش على طبقات الجليد الصلبة. الكائنات التي تأكل الميثان قد تصدر الحرارة، تذوب الثلج، مكونة بذلك نبعا آخر للحياة. من دون شك الحياة على تايتان قد تكون خليطا غريبا، لكن بقي علينا زيارة أكثر العوالم غرابة، حيث يعتقد العلماء وجود حياة فيه، وهو أقرب بكثير للديار. رحلتنا إلى العوالم التي قد تحتوي على المخلوقات الفضائية أخذتنا بعيدا. زرنا صحراء قاحلة مثلجة، محيطات مغمورة، وبحيرات من الميثان، لكن العالم الذي نحن على وشك زيارته ربما يكون الأغرب من بينها جميعا. في محطتنا الأخيرة نحن ننعطف عائدين باتجاه الأرض إلى كوكب الزهرة، أقرب جار كوكبي في مجموعتنا الشمسية. إن كان بمقدور الكائنات الحية العيش هنا، فيبدو أن بإمكانها الوجود تقريبا في كل مكان. للوصول إلى سطح كوكب الزهرة يجب أن نطير مخترقين غيوما صفراء سميكة عمقها 65 كيلومترا، بمكونات شبيهة بحمض البطارية. الغلاف الجوي هنا أثقل 90 مرة من الأرض، ثقيل جدا بحيث لا يتحرك. على أرضه هناك براكين وحمم على مد النظر تغطي 85% من سطح الكوكب. من الصعب التصديق أن كوكب الزهرة كان لديه محيطات واسعة. كان لدينا ظاهرة تأثير البيت الزجاجي، بينما كانت تزداد درجات الحرارة دفئا بدأ المحيط بالتبخر. هذا يضع بخار الماء في الجو، وبخار الماء أساسي لغاز البيت الزجاجي، وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة الهروب. المحيطات تختفي بالغليان، وينتهي المطاف بغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. لهذا لدينا اليوم هذا الكوكب النشط. بدرجة حرارة 460 مئوية، كوكب الزهرة أكثر سخونة من كوكب عطارد، أكثر الكواكب قربا من الشمس، سطح غير مهيئ للحياة. الحياة كما نعرفها لا يمكنها الوجود على سطح كوكب الزهرة، لأن الجزيئات العضوية ستمزق بسبب الغازات الساخنة. لكننا توقفنا هنا ليس بسبب ما على الأرض، لكن بسبب ما في الهواء. في عام 1982 المركبة الفضائية السوفيتية فينييرا 14 زارت كوكب الزهرة. في الغيوم على ارتفاع 50 كيلومترا اكتشفت درجات حرارة أبرد من سطح الكوكب. الأكثر من ذلك وجدت الجزيء الأساسي للحياة، الماء. حتى الآن كل الماء الذي وجدناه بعيدا عن الأرض كان مجمدا تماما. فقط في الغيوم التي تعلو كوكب الزهرة وجدناه في هيئة البخار، حاضن محتمل للحياة. لكن غيوم كوكب الزهرة مشبعة أيضا بحمض الكبريت. اعتقدنا في السابق أن لا شيء بإمكانه العيش في الكبريت، لكن العلماء حللوا بعض أكثر المياه حمضية على كوكب الأرض، تترشح من منجم في كاليفورنيا. في حمض كبريتي قوي لدرجة تسبب تآكل المعدن يخترق الملابس ويحلل اللحم البشري، وجدوا كائنات حية، مخلوقات أولية محبة للحمض. هذه المخلوقات تتغذى على مركبات الكبريت مثل سوليفيد الحديد، تأكل الحديد وتخرج الكبريت الحمضي. هل تطفو مخلوقات أولية كهذه فوق كوكب الزهرة؟
عالم الأحياء الفضائية ديفيد غرينسبون يحب أن يعتقد أن ذلك ممكنا. ربما في غيوم كوكب الزهرة هناك مخلوقات تعيش على الكبريت، والكبريت يمتص الأشعة فوق البنفسجية بطرق مثيرة، وأنا أتخيل حدوث بعض التفاعلات الضوئية الكيميائية حيث تستغل الأشعة فوق البنفسجية لتحويل الكيماويات إلى حالات تحتوي على طاقة أكبر ومن ثم تؤكل. كيف سيكون شكل هذه المخلوقات إن وجدناها؟ يجب أن تتحمل درجات الحرارة العالية جدا وضغط الغلاف الجوي الهائل. يجب أن تزدهر أيضا في بيئات حمضية مميتة لأغلب الكائنات الحية، ربما قد تشابه هيئة أقصى من المخلوقات الأولية في مناجم كاليفورنيا. نستمر باكتشاف الحياة في أماكن اعتقدناها بيئات غير مضيافة، فكلما نقول إنه من المستحيل أن يكون هناك حياة في غيوم كوكب الزهرة، أعتقد أننا يجب أن نكون شديدي الحذر، لأنها قد تعكس جهلنا أو المحدودية في مخيلتنا، على عكس ما هو موجود في الطبيعة التي نتفاجأ بوجود حلول فيها لتلك المعضلات. بينما تعود رحلتنا إلى عالم الأرض اللطيف الخصب المفعم بالحيوية، نستطيع رؤية سبب أهمية عناصره للحياة، لكن بينما نحن نكتشف أنه حتى في أقصى البيئات يمكنها أن تحتوي على الأحياء، قد تمثل المخلوقات صورة عن الحياة في كوننا، وربما قد تكون الأكثر شيوعا. هل من الممكن أن هذه هي بداية نشأة هذه المخلوقات؟ هل من الممكن أن تكون هناك مخلوقات ذكية أيضا؟ منذ أكثر من 40 عاما العلماء في معهد سيتي في كاليفورنيا يبحثون السماء عن جواب لهذا السؤال. عالم الفضاء الكبير سيث شوستاك يؤمن بأنه سيعرف صوت المخلوقات الفضائية عندما يسمعه. لدينا مشروع مراقبة لمحاولة إيجاد الإشارات، أكبرها هو البحث عن الموجات الإذاعية، وهنا نستخدم منظومة كبيرة من الهوائيات ونوجهها إلى مجموعات نجمية قريبة، حيث نعتقد أن هذا النجم قد يكون لديه كوكب قد يشابه الأرض. نوجه نحو تلك الاتجاهات آملين التقاط إشارة تخبرنا بأن أحدا ذكيا هناك صنع جهاز إرسال. إنها رحلة لا تغادر الديار أبدا. علماء الفضاء أسروا مؤخرا الضوء الكافي من كواكب في مجموعات شمسية بعيدة لاستنباط تكوينها الكيميائي. وجدوا عناصر قد تساعد في تكوين الحمض النووي الريبوسي، أحد مكونات الحياة هنا على كوكب الأرض، وعلى بعد 20 سنة ضوئية في مجموعة برج الميزان، فريق من علماء فضاء أوروبيين وجدوا كوكبا قد يكون دافئا بصورة كافية ليحتوي المياه السائلة على سطحه مثل الأرض تماما. في الوقت الحالي متجهة إلى أقاصي مجرتنا 4 مركبات فضائية أطلقت في 70s، على متن 2 منها خريطة لمجموعتنا الشمسية وصورة لرجل وامرأة. مركبتان أخريان تحملان عينة من اليورانيوم الذي سيدل معدل تآكل العينة على عمر المجس. بغض النظر عن اللغة، هاتان الاثنتان تحتويان أيضا على أكثر رسالة عالمية، تسجيلا يحتوي على مقطوعة موسيقية من تأليف باخ. لا تتوقع أن الأخبار ستأتي في الوقت القريب. هذه البطاقات البين فضائية البريدية من كوكب الأرض تحتاج إلى 80,000 سنة لتصل إلى أقرب نجم. بحثنا عن الحياة ما بعد الأرض قد بدأ فقط. هناك بلايين الكواكب تنتظر لأن تكتشف، كل واحد منها يحمل احتمالية وجود الحياة فيها، حتى المخلوقات الذكية. مع وجود هذه العظمة، فكرة أننا الوحيدون الموجودون لا تبدو معقولة أبدا. أظن السؤال إن كنا نحن وحدنا مهما بشكل أساسي للبشرية، إن كنت مدركا فعليك أن تسأل هذا السؤال. في مكان ما في مجرة معروفة أو غير معروفة، شيء ما أو أحد ما قد يتطلع إلى الفضاء، ينظر إلى درب التبانة ويتساءل، هل توجد حياة هناك؟